شوفي يا جنى الجبلت. مش جنى أماما من؟ جانبا طاع عليا رف. علي صوتك من اللي نضيفه كمان من اللي نضيفه يا استاذ. بتخش من جنى برا. سمار نعم. اليوم عيد ميلاد جنى صح؟ عيد ميلاد جنى. انا كنا جايبين لها هدايا. بس انا ما كنتش جايبه لها. يا جايبه لها هديه حلوه يا بسان. شكرا. فيش احلى من هديتي. والله اليوم احلى يوم صح؟ جنى حتكون جايه مبسوطه وانا يمكن رايحه مكان. يمكن طلعي هديتي حلوه. شكله جود مش جايب اشي. جود جود وين هدية جنى؟ هدية جنى؟ اليوم هي ما عزمتنيش بس أنا عزمت. لا أكيد عزمتك يا جود. شو أنت بتقول؟ أنت الأول على الصف، كيف ما تعزمكاش؟ عشان أنا فقير ووضع صعب. لا فيش حد فقير يا جود، يمكن هي نسيت. عادي جيب لها أي حاجة وجنى بترضى. أنا جبت هذا. هذه أحلى هدية من كل الصف يا جود. جنى بدها أحلى من هيك هدية. هي حلوة. وإيش مالها يا حلوة؟ وإيش يا بنات حلوة؟ لا بشعة. شوفي شاهدي، ما أحلى من دبدوبك اللي معفن. ها ها ها، دبدوب هذا اللي معفن أغلى من بالكو هذا. أنت فرجينا هديتك. طيب شوفي هديتي، هاي هديتي. لا درى مكياج، خلي زينة تخرب وجهها. خلاص اسكت، أصلا أنت غيرانة. جود أنت هديتك أحلى هدية، سيبك منها تسمع لهاش. شكرا كثير يا تالا، أنا ضبطت بخاطري. عفوا يا جود. ما بهمش يا جود، عادي. هاي احنا هدياتنا حلوين، بس وانت كمان احلى من هديتي. بسيطة بس المهم نفرح جنى. احسن ما تزعل منك وتقول انت مش جايب لي هدية بتحبنيش. يا ربي حس حالي اكل واحد فيه. كل ما هدياتهم حلوة الا مش وردة. والله ما هي امان. بس ايش اسوي يا ربي؟ هاي البرجر علي. خلاص يا جود تزعلش. شو جابة يا لولا؟ ناشف يعني مصاري. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت بخير يا جنى. وانت بخير يا جنى. وانت بألف خير. جبنا لك هدايا كتير حلوه يا جنى. شكرا جنى. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. بنات كلكم عارفين ان اليوم عيد ميلادي، والمش جايب لي عيد ميلاد هديه مش راح يكون. بعض الناس مش راح يجوا بعيد ميلادي. جنى انت ليش قاعد لهان؟ اقعد هناك. يلا قعد لهان مكاني. جنى جود جايب لك هدية كتير حلوة احلى من هدايانا كلها. هو هذا الفقير بيجيب له؟ لا عيب يا جنى هيك تحكي عليه. جود فرجي هديتك. لا انا بديش، انا بدي اروح بدري اليوم بعد ما يجيب لي الكيكة. انا بدي اروح احسن من تريحنا نرتاح منك. لا عيب يا جنى، جنى جود يحضر العيد ميلاد اليوم. مش راح يحضر. اذا هو ما حضر ايش؟ ولا واحدة فينا حتحضر. خلاص بدكم يحضر يحضر، بس مش راح يقعد عندنا، راح يضل قاعد هنا ويحضر وخلص. فهمتوا؟ ماشي يا جنى. جود انا حكيت لك تسمعش لحدا. يعني تزعلش من كلام جنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جلوس. كل عام وانت بخير يا جنى. وانت بألف خير. ما شاء الله كلكم جايبين هدايا لجنى. أيوة. طب يلا الطابور الصباحي قيام. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة. أحمد واحد اثنين ثلاثة أربعة. أنت احكي. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. أماما مد جانبا ضع عليا لا أسفل خلف. أماما مد جانبا ضع عليا رف أسفل خلف. جا
جلوس. زي ما بتعرفوا يا بنات اليوم عيد ميلاد جنى. فمين جايب هدايا يرفع ايده؟ وجود يا استاذ كمان. لا يا تالا انا ما جبتش حاجه. تخجلش يا جود. جود انت جايب هديه؟ لا لا جبت. خلص مش حابب يفرجينا الهديه، يمكن هو عامل مفاجاه او متجايب. بلاش تحرجوه يا بنات، مع انه هديته احلى منا كلنا، بس هو خجلان يفرجينا. يعني عامل مفاجاه. خلص ولا حد يحكي بالموضوع. ايه بسام فرجينا هديتك. ولا حد يتطلع. الله. طب لما اعمل عيد ميلاد لبنتي تجيبي لها هدايا زي هيك؟ اعمل حسابك. تالا فرجيني هديه تطلع عيش. تعالي. ها فرجتني يا استاذ. ما شاء الله يا تالا، يعني بعيد ميلاد بنتها تجيبي لي زيها واحلى كمان. كمان تمام. وانت هيها. ما شاء الله، ما تشوفيش جنى مفاجأة. ما شاء الله. شو اوه جهزي لي واحدة لعيد ميلاد بنتي. احلى منها يا استاذ. احلى منها يا استاذ. اه انت شو جايبه لها؟ ناشف. ناشف. وانت يا ديما؟ جايبه دبدوب معفن. ها وبنحلي زي ما بحوش بشريته. برافو عليكي. طيب انت يا سليم. أنا وياكي. آه. ديما تطلع هناك. إيه. أشوف أشوف. واو. تلين. تبعيني إياه وخلاص. لا. آه. يا جنى هدية. نيالها جنى. نيالك يا جنى. نيالك. كل صحباتي غنيين بيجيبوا لي هدايا غالية، مش زي بعض الناس. عيب عليك يا جنى تحكي هيك. خبيها تلين وخليه مفاجأة. أيوة. أيوة تطلعيش. اضحك ضحكة. لا أحمى. لا احمى. ها بس امتحانك كويس سريع. تفضلي يا جنى. تفضلي يا جود، انت دايما من الاوائل. بدي اياك ترفع راسي. حل بسرعه. تفضلي تفضلي يا بنت. تفضلي. اوف الامتحان جود غششني. ما زال اعتبر هديت عيد ميلاد. ما زال انت فقير. عشان انت بتفرح هيك مني. اه بفرح. جنى ايش يا جود؟ بتخش من جنى؟ والله يا استاذ ما انا قلت. شايفك انا وبراقب فيك الي خمس دقايق، عامل حالي براقب. هان برا. حرام يا استاذ. ولا كلمة يا استاذ. على فكرة جود اول استاذ اللي بيحكي كلمة بدي اعلم على ورقته. غش منك يا جنى ولا لا؟ شايفين؟ جود. كل المدارس بتتمنى اكون عندها. انا انفجر. فكرة جود الاول على المدرسة مش على الصف كمان. الاول على المدرسة يغش؟ اكيد ناجح قبل من الغش. اكيد. كه 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 كه. ديما علم ورقتك؟ لا. طب حل الامتحان. انت خلصت ولا لسه؟ بس استاذ انا خلصت. خلصت؟ جناح عجبتك؟ ولا كلمة؟ استاذ. ولا كلمة. لا بس هذا بيني وبينك. اه جنى هي حكت لي غششني. انت بتتبلع على جنى عشان دايما كل سنة بتغش منها وهي انت بتجيب الاول على حسابها. والله ولا كلمة. وطي صوتك. والله استاذ وطي صوتك. ولا كلمة. ولا كلمة. خليك بركتي. شايفة تالا جود ناقل من جنى. شايفة انت يعني صدقت تالا جنى هي اصلا بتكره عشانه فقير وهي ظلمته. يلا وهي ظلمته. السلام عليكم. عليكم السلام ويعطيك العافية. اهلا وسهلا يا استاذ. الله يحييك. شايفك قبل هيك. انا ولي امر الطالب جنى. جنى صحيح جنى. بابا جنى الاولى على الصف. جنى الاولى على الصف. كيف حالك يا بابا؟ العام وانتم بخير. طيب يا استاذ انا تبغى انتم عارفين يا بنات كلكم انه اليوم عيد ميلاد جنى. حكيت لكم العام وانتم بخير. اه اهم شيء تكون لوتس. انا وصيت من النظيفه يا استاذ. لوتس من النظيفه يا استاذ. اكيد يا استاذ من النظيفه. علي صوتك. من النظيفه كمان. من النظيفه يا استاذ. ممتاز يا استاذ. جبت لها الكيكه هذه يا استاذ فمش عارف عليها امتحان كلية. مشكور يا استاذ. الله يبارك. شكرا يا استاذ. احنا ما بنريد ولا احلى احتفال. هل جت هالوم الامتحانات تحتفل معنا يعني؟ لا انا بدي انشمه. عيد ميلاد ان شاء الله استاذ حاج. يعني اه ان شاء الله. حبيبنا يا استاذ. عرفت يا عمو ادرس كويس. استاذ انت يا عمو بس انت فاهم الموضوع غلط. انت بتعرفش حاجه عشان جود. ولا كلمه.
ولا كلمة. طب معلش أستاذ أنا تأخرت بدي ألحق أروح. ماشي الله يسلمك. الله تشرفنا. يا بنات بابا جاب لي الكيكة اللوتس الغالية ال 100 دولار. واللي بحبها أنا كثير. يلا لم الامتحان. خلصت يا أستاذ. خلصتي؟ حتى لو ما خلصتيش هلم الامتحان يا. يا الله جنب نفسي فيها من زمان اللوتس. ليش أنا ما جنبتش؟ خلاص كله لميت الامتحانات منه. يا بنات اطلعوا فرصة 5 دقائق قبل ما اصلح الامتحانات وبعدين نحتفل بعيد الميلاد والكيك ولا حد يمسكها لانه اللوتس هذه توصية عشاني. يلا تفضلوا 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 وانت روح العب. روح جنى. تعالى ليش بدنا نلعبوا؟ احنا زعلانين منك. ايش مالك فيا؟ بدك تشبه واحد بغصب منه وكمان بتحطها فيا كمان؟ زيك يا جنى. خلص يا ترى سيبيكي منها. كيف اسيبني منها؟ يعني انت لازم تحضر العيد ميلاد وما ينفعش تضلك واحد. بس خليني احضر العيد ميلاد. اذا فضحتني قدام بابا هكسر راسي. خلص امشي من هنا. تمام يا ابو شرشوت. طب يلا يا ابو شرشوت. يا عندما مشيحه يا حلوه مريده يا شفت الولد الفقير مش عارف يلعب معانا عشان ولا عمره لعب. جناشي كنا كلنا حنزعل منك يا جنى. جنى حرام عليك. انت مالكيش دعوه فيه. اللي بتضل تجيب سيرته هبطل هفصله من كل المدرسه. يلا نبلش نلعب قال الارنب لامه. قال الارنب لامه اسمحي لي لا العب ماما. عرفت ايش صار بعديها؟ راح شرب والثعلب اكله ومات الله يرحمه وخلاه زي الشجره. زي الشجره. بس الارنب من وراك. مين هذا اللي شرد ولقوه؟ الارنب. تفضلوا افرحوا بنتائجكم. انا بصراحه تفاجأت من النتائج لانه كل سنه بجيب علامه كامله والسنة هذه جايب 0. يعني هو كان بغش من زمان من جنى. جود 0. قال جود تي في. قال جنى كوين 10. تاكلها دي مداحكة 5/10. مدد يا استاذ مدد. قال لك وسط ادخلي. قال ادخلي اقعدي خربطيني. كالين 6/10. تالا 8.5/10. سكفولها يعني 9/10 يا تالا. استاذ ما قلت جبت ليش كده؟ طب سكفول لك كده. مين؟ بسان 9/10 سكفولها. لولو 7.5/10 سكفولها. يا فايد يا غشاش. ليش انت بتعملي معايا هيك يا جنى؟ عشان بدلنا الولد وقلت لي هذا امتحان بتعيط عشانك غشاش. بالجود مش غشاش يا اختي. شو اللي بصير هان؟ ليش بتعيط يا جود؟ فوق ما انت 0/10 وبتعيط؟ استاذ. نعم. خايف احكي لك في اشي صغير بس. شو هو؟ احكي له سمك. اكيد بدك تدافع عن جود ولا كلمه. لا احكي خلص. اقول لك خلص. شو بدك تحكي؟ شو عندك؟ ولا حاجه يا استاذ. فيش حاجه. طب ما تحكوش ولا كلمه. انا عم استاذ خروف محشي ومع مسلفر وحاطط همك بطنك. يلا يا استاذ. طيب انا بدي اسيبكم تحتفلوا بعيد الميلاد ويلا سلام. يلا امشي نغنوا لجنى. بس قبل ما نحكي كل واحد يجي يعطي هديه لجنى. يلا في طابور وكل واحد يجيب الهديه. جود تعال انت اول واحد تشوف هديتك. يلا جود. طب عندك بتشوف هديتك. يلا دي احكي كل عندي وانت بخير. وانت بألف خير. يلا اقعد.
كل عام وانت بخير يا جنى. وانت بألف خير. كل عام وانت بخير يا جنى. وانت بألف خير. كل عام وانت بخير يا جنى. وانت بألف خير. يلا بحلى يا جنى. واو شكرا يا تالية. جود تعال. لا يا تالا انا خايف هي تضحك علي. لا تخافي جنى تضحكيش علي. يلا شوفها يلا يلا طلعها جود. يلا لا. يلا جود عشان تحت في الفش وقف. طيب يلا شوفي يا جنى الجبلك مش حلو. جنى ايش يا جنى بدك ما نغنلكيش وما نفرحكيش. يلا على فكرة هاي بتسوى كل هدول وهي هديك. هذا شوف هاي تالا. واو محلاها هاي تالا. بس الوردة أحلى. قلت يا تالا تتمسخر علي عشان نفعل جود. فيش حد تمسخر عليك. يلا قوم عشان نحتفل في العيد ميلاد. طب يا تالا هديها بس اشوفها منه احسن منه. يلا نحطها عشان نحتفل. عيد ميلاد الليلة شمعة هنطويله يا ابو عيون جميلة سنة حلوة نغنيله. ليش هالفقير هجد قد المغنية؟ ايش مصر فيه هكذا يا فضل؟ هيها يا بالبصل. كل عام وانت بخير يا جنى. وانت بألف خير. كل عام وانت بألف خير يا جنى. ان شاء الله تتمنى كل اشي بعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانت بخير يا احلى بابا بالدنيا. كيف العيد ميلاد يا جنى؟ حلو كتير يا بابا. مبسوطة يا حلوة؟ كيف الهدايا اللي هجيب لك اياها صحباتك الحلوة؟ حلوة كتير ما شاء الله عليك كلكم حلوين. ليش يا عمرو هذا قاعد لحاله ورا حد هيك؟ ليش قاعد هيك؟ مش عارفة. ليش مالك يا حبيبي؟ ليش قاعد هيك لحالك؟ تحتفل ليش معهم؟ أنا مش حابب أحتفل. مش حابب تحتفل معهم ليش؟ هيك. ليش مش حابب تحتفل معهم؟ هيك. تعال يا حبيبي تعال تحتفل معهم تنبسط. يلا تعال شاطر. لا ما جبتيه. شاطر جبتي هدية للجنى بنتيه؟ لا. ليش ما جبتلهاش هدية؟ مش مشكلة أنت أحلى هدية. تعال يا حبيبي تعال. تعال معلش يا جنى مش انه ما جاب لك شيء هديه يا بنت علي. منه جاب لي اياها. يا الله ما احلاها بتجنن يا جنى. هذه بتجنن يا بابا. بتجنن مش حلوه يا بنات هذه الجو. هذا احلى كله احلى من هدياتنا. لا تكوني زعلانه يا جنى عشان جاب لك الهديه هذه يا حبيبتي. مش حلوه يا بابا هذه صفرا ما بحبش الاصفر. بس حلوه يا بابا. لا حمرا احلى. حلوه والله حلوه صراحه. تالا انت تالا انا بعرفك شاطره بالصف. انا ليش زعلان؟ إذا حكيت جنى بتزعل مني. لا مش هتزعل جنى صح يا جنى؟ احكي يا جنى يا بنتي شاطرة. إيه في الامتحان جود هو جود ما هوش مصاري. جنى بتستعان منه عشان احنا كلنا جبنا له هو بس جاب لها وردة. ليش يا بابا؟ والأستاذ بهدل وطلع اللوح عشان جنى بدلت بالورق. هي جايبة صفر وهو العشرة بس بدلوا مع بعض. طب ليش يا عم تبدل معها؟ هي قالت لي هي ميلادي غششني. يعني انت عشان هدي عيد ميلادها غششتها وديتها ورقتك؟ هذه هديتك كانت إلها؟ ليش جنى عملت هيك وظلمت صاحبك يا جنى؟ انا اسفه يا بابا. عيب جنى اللي عملتيه. يا ولاد كلكم حبايب كلكم زي بعض مش عشان هو فقير وانتم اغنياء تعملوا هيك معاه. يلا يا عم غني معهم شاطر يا حبيبي. انا اسفه يا جود. شكرا يا جود. ليه بتعيطي يا عم؟ خلص تعيطيش شاطر. يلا نحتفل مع بعض يا جود. يلا غني معهم شاطر. يلا عيد ميلاد الليلة يلا غني يلا سماحة طويلة يلا يا ابو عيون جميلة سنة حلوة نغنيلة.